منها سؤال تصير العمل جماعي وليس فرادي. يعني ما نريد قسم شكاوى يتابع المكتب السيد الوزير يشتغل يعني بجهة، قيادة الشرطة اثنين وتشتغل بجهة، والنواب يشتغلون بجهة، وضايع المواطن بنصها الثلاثة. فأريد أوحد هذا الموضوع، توحيد هذا الموضوع يعني بفائدة للمواطن. احنا كنا خدمة المواطن، خدمة عوائل الشهداء، خدمة عوائل الجرحى، خدمة المنتسب القدم تضحية البلد. فمية بالمية احنا هذا الهدف والغاية الأسمى هي عندنا هذه. أما المواطن أريده تايه بين قسم الشكاوي وبين يعني إعلام القيادة ومقابلة القائد، وتايهين وما يعرفون نتيجة عملهم وين اتصل. لا، أريد يكون جهد عميد محمد. نعم. شنو الإمكانية اللي عندكم؟ فتريدون شلون ترتبوها شلون كذا مع عميد مازن. نعم. فأريد ترتبون الموضوع، يعني حتى لو ما أكون أنا موجود، يعني أنتم تديرون العملية، يعني مو شرط لا يكون القائد نبات أكل لسبب أو لآخر أطلع. وأنا أريد يكون أكو تنسيق، يعني تنسيق، لأنه يعني ما يجي المواطن متعني ويوم الاثنين ويعتبره يوم مميز عنده بحل مشكلته، أو هو محيي أموره لهذا اليوم، يكون قاطع مسافة وقاطع طريق بعيد وجاي يحل مشكلته ويرجع بدون حل، أو بعده يروح لي على الدائرة الفلانية وما يلقى حل، ويروح لي على الدائرة الفلانية وما يلقى حل. فهي بس الملاحظة حبيت أنا وعلا، فعلى بركة الله.